السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في الوقت اللي العالم كله بيتسابق عشان يلحق يعمل لقاح لفيروس كورونا، يبدو كده ان الصين اتقدمت في طريق ان هي تنتج اللقاح ده. شركة سينوفاك وشركة سينوفارم الصينية بدأت تشق طريقها في العالم ان هي تصدر اللقاح ده، بس هي المراحل النهائية للتجارب لسه ما تمش استكمالها. الموضوع ده بيؤدي ان بيتم طرح اسئلة كتير عن اللقاحات دي وعن الفرق بينها وبين اللي بيتم تطويرها في بلاد تانية. طب ازاي بقى بيعمل اللقاح ده؟ اللقاح اللي بتنتجه شركة سينوفاك للمستحضرات الطبية الحيوية، ومقر الشركة دي في بكين، واللقاح اسمه كورونا فاك. اللقاح بيعمل عن طريق استخدام جزيئات فيروسية ميتة عشان النظام المناعي للجسم يتعرض للفيروس من غير ما يكون فيه مخاطرة او رد فعل عنيف من الفيروس نفسه. اما بقى لقاح موديرنا وفايزر واللي بيتم انتاجهم او تطويرهم في الغرب، فهم بيعملوا بطريقة الحمض النووي الريبوزي، وده معناه ان بيتم حقن الجسم بجزء جيني من فيروس كورونا، بجزء بس مش بالفيروس كامل، وده بيحفزه على انتاج بروتينات فيروسية. لقاح كورونا فاك بيعمل بطريقة تقليدية اكتر ومنجربة بنجاح في لقاحات فيروسية قبل كده، وبالمناسبة اللقاحات دي كانت لقاحات ناجحة. بالنسبة بقى للقاحات الحمض النووي الريبوزي، بيعتبر لقاحات جديدة نوعا ما، ومفيش لوقتنا ده اي مثال ناجح على اللقاحات دي، حاجة جديدة ولسه بنجربها. ده احنا بنتكلم يعني على اللقاحات دي وتداولها بين البشر. لو هنتكلم بقى بطريقة نظرية، يعتبر من مزايا سينوفاك الرئيسية انه ممكن يتخزن في ثلاجة عادية، درجة حرارتها بتتراوح بين 2 درجة مئوية و 8 درجة مئوية، حاجة كده في مقدرة اي حد ان هو يخزنه يعني. تمام زي لقاح اكسفورد. في الوقت اللي لقاح موديرنا لازم يتخزن في درجة حرارة سالب 20 درجة مئوية، ولقاح فايزر لازم يتخزن في درجة حرارة سالب 70 درجة مئوية. انت متخيل انت عايز درجة حرارة منخفضة قد ايه عشان تحفظ اللقاح الغربي؟ ده معناه ان لقاح سينوفاك ولقاح اكسفورد استرازينيكا افادتهم هتكون اكتر للدول النامية واللي مش في مقدورها ان هي تخزن كميات كبيرة من الدواء في درجة حرارة منخفضة زي اللي قلناها. طيب ايه هي درجة فعالية اللقاح؟ من الصعب ان احنا نحدد درجة فعالية اللقاح بشكل دقيق في الوقت الحالي. لحد دلوقتي احنا مش عندنا غير التجارب الاولية اللي حصلنا عليها من تجارب المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من علاج كورونا فاك. النتائج دي احنا واخدينها من 144 مشارك في المرحلة الاولى و 600 مشارك في المرحلة الثانية. خلاصة النتائج بتاعت التجارب بتاعت المرحلتين دول بيقولوا ان العلاج صالح للاستخدام الطارئ. التجارب اللي حصلت في شهر سبتمبر كانت على 1000 متطوع، بعض اللي خدوا اللقاح منهم حصل عنده اجهاد بسيط وعدم شعور بالراحة، بس يعني اقدر اطمنكم واقول نسبة اللي حصلت عليهم الاعراض دي كانوا 5% بس. بدأت الشركة المراحل النهائية من التجارب في البرازيل، واللي كانت سجلت تاني اعلى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد. التجارب دي تمت في اكتوبر من سنة 2020، وتم وقف التجارب دي في فترة قصيرة كده في نوفمبر 2020، ده بعد ما مات احد المتطوعين. بس هي التجارب رجعت وتم استئناف نشاطها من تاني بعد ما ثبت ان الوفاة تمت بسبب ملوش علاقة باللقاح. بس لو هنتكلم بقى بطريقة علمية فعلا، للحظة اللي احنا فيها دي صعب نقول اللقاح فعال ولا مش فعال، ولازم نحط في اعتبارنا ان المعلومات المتاحة حاليا عن اللقاحات دي محدودة جدا. بس التجارب الاولية بتقول ان لقاح كورونا فاك لقاح فعال، يا رب. بس برضو هرجع واقول ان احنا عشان نحكم لازم نستنى نتائج المرحلة التالتة من التجارب. شركة سينوفارم بتطور لقاحين مش لقاح واحد بس، واللقاحين زي سينوفاك وبيعملوا بنفس الطريقة، واللقاحين في المرحلة التالتة من التجارب. هو زي ما قلت لكم ان الصح واللي المفروض يحصل ان احنا بنستنى نتائج المرحلة التالتة من التجارب قبل ما يحصل تكثيف برنامج اللقاح ده من خلال ترخيص الاستخدام الطارئ. دولة زي دولة بلو مثلا وقفت استخدام لقاح سينوفارم على مواطنيها نتيجة حدث سلبي خطير حصل على احد المتطوعين من مواطنيها، وللحظة اللي احنا فيها دي بتحقق هل ده حصل بسبب اللقاح ولا بسبب تاني. ودي ما كانش اول مرة يتوقف فيها حاجة زي كده. موضوع ان هو يتم وقف تجربة اللقاح دي حصلت قبل كده في المملكة المتحدة، وحصل في شهر سبتمبر اللي فات بس على لقاح تاني، يعني كانوا بيجربوا لقاح تاني مش اللقاح اللي احنا بنتكلم عليه حاليا. ده كان بعد ما حصل اعراض سلبية كده على واحد من المشاركين، بس بعد كده بريطانيا استبعدت ان يكون السبب في الاعراض دي اللقاح، وبالتالي استمرت التجارب مرة تانية. الصين اللي عملت لنا المشاكل دي كلها وضعها ايه دلوقتي؟ الصين تم احتواء الامر هناك لحد كبير، والمرض هناك بيقل، يعني صدروا لنا
النصائب والنصيبة عندهم راحت او بتروح يعني في طريقها للزوال، ويا رب تكون في طريقها للزوال على الكوكب كله. الحياة في السن بترجع لوضعها الطبيعي بس ببطء، ببطء بس في تحسن. الحياة بترجع وان شاء الله القادم احسن ويا رب خير. طيب احنا اتكلمنا على لقاحات معينة، هل في لقاحات تانية مرشحة؟ في لقاحين بيتم العمل عليهم حاليا في الصين، ومن اللقاحين دول لقاح بيولوجيكس، واللي التقارير بتقول انه في مرحلة التجارب في مجموعة من الدول، ومن الدول دي السعودية. العقار الثاني بتطوره شركة اسمها انهوي تجيبي لونغكوم، بيستخدم اللقاح بتاعها جزء من الفيروس عشان يحفز الجسم على عمل استجابة مناعية، وفي الفترة الأخيرة دخل في المرحلة الثالثة من التجارب. طيب مين هي الدول اللي طلبت ان هي تحصل على اللقاح الصيني؟ في أول ديسمبر وصلت أول شحنة من اللقاح الصيني لدولة أندونيسيا، ده تمهيدا لأنه يحصل هناك تلقيح جماعي، ومن المنتظر انه يروح لهم تاني 1.8 مليون جرعة في أول يناير 2021. بعد أندونيسيا بأيام في دولتين عربيتين وافقوا على اللقاء، اللي هو لقاح سينوفارم اللي أنا بتكلم عليه حاليا. الإمارات قالت إن هي بعد تحليل مؤقت سجلت نسبة فعالية 86% في المرحلة الثالثة من التجارب، والسلطات هناك ما وضحتش إزاي هيتم طرح اللقاح. البحرين قالت على لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كوفيد 19، قالت إن الأشخاص البالغين يقدروا يسجلوا أسمائهم بطريقة إلكترونية عشان ياخدوا اللقاح بصورة مجانية. سنغافورة قالت إن هي وقعت عقود شراء بشكل مزبط مع الشركات اللي بتصنع اللقاحات دي، ومن بينها سينوفاك وموديرنا وفايزر بيونيتك. كمان سينوفاك وقعت عقود مع تركيا والبرازيل وتشيلي. طب ازاي بقى هيتم طرح اللقاحات؟ شركة سينوفاك قالت ان هي هتقدر تطرح 300 مليون جرعة في السنة، وزي ما هو الحال بالنسبة للقاحات التانية الفرد بيحتاج جرعتين من اللقاح، يعني الشركة هتقدر تغطي 150 مليون شخص في السنة. شركة موديرنا بقى بتخطط ان هي تصدر في سنة 2021 500 مليون جرعة، في الوقت اللي شركة استرازينكا قالت ان هي هتقدر تنتج 700 مليون جرعة في الربع الاول من سنة 2021. ربنا يا رب يعافينا واياكم من فيروس كورونا ومن وباء فيروس كورونا، ويا رب اللقاحات دي تكون لقاحات مفيدة وما يحصلش من وراها اضرار جانبية للبشرية، ويا رب بقى نخلص من المرض ده ونرجع تاني زي ما كنا، ونرجع تاني بصحة وعافية للجميع يا رب. هو انا كده خلاص خلصت الفيديو، ما تنساش بقى تشترك في قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك، وبس كده يا سيدي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.